قبيل ساعات من قدومه أجلت السلطات الهندية أكثر من 400,000 شخص خشية من إعصار فايلين القوي الذي من المتوقع أن يضرب الساحل الشرقي للهند. من جانبها صنفت وكالات الأرصاد الجوية الإعصار على أنه بالغ القوة وسيضرب ولايتي أوديشا وأندرا برادش الهنديتين، مؤكدين في الوقت نفسه أن إعصار فايلين أعنف عواصف تضرب المنطقة منذ 16 عاما. تسابق السلطات الهندية الزمن من أجل إكمال عمليات إجلاء جماعي لنحو نصف مليون شخص استعدادا لمواجهة إعصار فايلين، وذلك قبل ساعات من الإعصار الذي يتوقع أن يضرب اليابسة في وقت لاحق من اليوم. وفي الوقت الذي تتعرض فيه السواحل الشرقية للبلاد لرياح عاتية وأمطار غزيرة، أصدر مكتب الأرصاد الجوية الهندية إنذارا أحمر يحذر من وصول إعصار بالغ الشدة من المحتمل أن يتضرر منه أكثر من 12 مليون شخص. في غضون ذلك أوضحت لقطات بالقمر الصناعي أن الإعصار فايلين أصبح على نحو 300 كيلومتر من الشاطئ، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة ليلا مصحوبا برياح قد تصل سرعتها إلى 240 كيلومتر في الساعة، الأمر الذي يجعل هذا الإعصار أعنف إعصار تشهده المنطقة منذ 14 عاما. من جهتها وضعت السلطات الهندية الجيش في حالة استعداد في ولايتي أوريسا وأندر برادش من أجل القيام بعمليات الطوارئ والإغاثة، فيما أشار مسؤولون إلى وجود مروحيات جاهزة لإنزال الأغذية في المناطق المحتمل تضررها من العواصف. وكانت الحكومة الهندية حذرت المواطنين من أضرار بالغة قد تصيب المحاصيل والمباني، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه وخدمات السكك الحديدية، في حين قامت بإلغاء عطلات موظفي الحكومة.